ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم جلال فوزي، عندي 24 سنة، بدرس في كلية تجارة جامعة الأزهر مدينة نصر، الفرقة الثالثة قسم محاسبة، شغال ببيع حلاوة غز بنات في مركز أشمون محافظة المنوفية، وأنا من أسيوط مركز أبنوب.